مساء الخير على كل مشجع ومشجعات مهارات عظيمة. أهلا بحضراتكم حلقة جديدة من حلقاتنا. النهاردة إن شاء الله هنشوف مع بعض مهارات جديدة، وصفات بسيطة وجميلة هتسعد ولادنا جدا جدا بحال الاحتفال بسنة جميلة أو مع أصحابهم في المدرسة، هيتبسطوا منها قوي حبايبي لما ياكلوها ويتشيرين كده مع بعض. يعني حاجات بتدخل السعادة والبهجة، وأتمنى يا رب، أتمنى من الله إنه ربنا يجعلها سنة ميلادية سعيدة على حضراتكم وعلى كل متابعينا الكرام وعلى الأمة العربية في كل مكان. تحية طبعا لحضراتكم، وأتمنى أمنيات تتحقق بنهاية عام 2022 وبداية عام جديد 2023، وأتمنى يا رب من الله أن أي حد تعبان يكون بصحة وعافية في السنة الجديدة، وأطفالنا وأولادنا يكونوا من المتفوقين دايما، نتائج وإن شاء الله كده تشرف وتبقى كده كل واحد منهم بيتمنى أمنية وكلية معينة ربنا يوفقه فيها يا رب، ويحسن مجهود حضراتكم اللي تعبتوه مع أولادكم طول السنة وطول الأيام. اسمحوا لي بقى نبدأ حلقة نعمل فيها حاجات بسيطة، واسمحوا لي أنوه عن حلقة السويس رول إن شاء الله هتكون يوم السبت بإذن الله. شوفوها معانا لأن هي خاصة، لأن مدام سميرة يعني عزيزة علينا وطلبت السويس رول. أنا عملته بفكرة بسيطة وسهلة، وأتمنى يا رب تنول إعجابكم. يا ريت تبعتوا لي الكومنتس والتعليقات وكمان التطبيقات إذا حضراتكم نفذتوا حاجة من الوصفات السهلة والبسيطة دي. النهاردة هنعمل البسكوت الجنزبيل أو الزنجبيل، وهو مشهور قوي في أوقات الخاصة بأعياد الميلاد، سواء لإخواتنا المسيحيين كل سنة وحضراتكم طيبين، أو حتى الأطفالنا يحبوا يلعبوا بالأشكال قوي والحاجات الجميلة دي ويساعدوا فيها في البيت، زي بسكوت العيد بتاعنا وزي الحاجات الحلوة اللي بنعملها في السابليهات وكده. فالنهاردة هنعمل بسكوت الجنزبيل أو الزنجبيل، هنقول مقاديره ونقول إيه الخامات اللي ممكن نتكلم عنها ونستبدلها بحاجات تانية. عندي 4 كوبايات من الدقيق، ده يعمل كمية حلوة لا بأس بيها يعني. عندي نص معلقة من البيكنج صودا أو بيكربوناته، عندي نص معلقة ملح، معلقة قرفة، معلقة من الزنجبيل الباودر طبعا ما بنستخدمش هنا فريش خالص، ربع معلقة صغيرة من القرنفل. أتمنى أن حضراتكم تستخدموا المعلقات أو المعالق الملاعق المعيارية، تمام. نص كوباية من الزبدة، وعندي كوباية سكر بني واتنين بيضة وكوباية من العسل الأسود. أنا عارفة أن في عجينة جاهزة يا نودي احنا مسقعينها، شوفيها لي فين. واحنا للتزيين عندي ألوان، اللي عايز يلون يلون، عنده ألوان جل. الألوان الجل دي هي الألوان اللي بنستخدمها دايما، ما ينفعش استخدم ألوان سايلة في بسكوت، ما بتبقاش حلوة وناجحة. الألوان دي ألوان زيت، ألوان للشوكولاتات، ما ينفعش استخدمها غير مع الشوكولاتة. يعني لو هعمل حاجة بالشوكولاتة وعايز ألون شوكولاتة، هلون الشوكولاتة البيضة وهلونها بالألوان الخاصة بالشوكولاتة. أروح أي محل من مستلزمات الحلواني وأقول له أنا عاوزة ألوان خاصة بالشوكولاتة، لأن ما ينفعش معاها غير ألوان زيت، ألوان أويل، ما ينفعش مع ألوان الجل، وما ينفعش مع ألوان المية تقفش الشوكولاتة وتبوظ، تمام. فدي ألوان زيت، ودي ألوان الجل اللي احنا عارفينها اللي بنتعامل معاها في البيت، اللي هي اللي بتبقى لونها قوي جدا وفي نفس الوقت ما بتبقاش فيها مية، يعني ما فيهاش سوائل. السوائل دي ممكن في الكيك، يعني الحاجات اللي بنضيف لها لبن وعصير والحاجات دي أكتر يعني. طيب انا عندي كمان، ممكن الناس تحب الفاوندت او الفوندان الشوكولات، عجينه السكر البيضه او الملونه، او تجيبها بيضه وتلونها مفيش مشكله، ينفع قوي. عايزين تزينوا بيه البسكويت ماشي، بنلزقها كده بخليط سكر وميه بيبقى لطيف. ناخد معانا ام اسنان. صباح الفل. صباح الهنا يا روحي. مني انا يا حبيبي حبيبتي، معلش صوتي بقى، انت عارفه ايه من مكالمات امبارح اكيد. مكالمات امبارح واول امبارح. الله يكون في عونك. امين يا عمري، امين يا حبيبه قلبي. ربنا ما يحرمني منك ابدا يا حبيبه قلبي. حبيبتي ولا منك يا ام اسلام والله، ولا من متابعتك يا روح قلبي. ربنا يخليكي يا قلبي، انت عارفه ان انت ايه بالنسبه لي، انت بنتي والله يا روحي. ده شرف ليا، ربنا يبارك. ده شرف ليا، يعني تبقى مامتي ده عيالي. حبيبه قلبي، حبيبه قلبي، الله يرحمها يا رب. الله يرحمها ويحسن اليها يا رب. عايزه بس حبيبتي اقدم بس شكر. ايوه. لاهلي وحبايبي واخواتي، واقدم شكر لخالتي سهير. ايوه. وجوزها ودودو وعبد الرحمن جوزها، واخواتي كلهم، كل اللي جوني مشرفوني، مدام سميره، كلهم بجد. مش قادره اقول لك والله كان فرحتي بيهم قد ايه يا حبيبتي. ربنا يفرح قلوبكم وقلوبهم والله.
وعايزة أقدم تهنئة بالعيد لمدام سوريا، كان عيدها يوم 25. يا روحي كل سنة وانتي طيبة حبيبتي، وعيد سعيد عليك يا رب. أمين أمين على كل إخواتنا المسيحيين حبيبتي. وعايزة برضو أشكر نور على كل حاجة حبيبتي، ربنا يخليها. تسلمي يا حبيبة قلبي، ربنا يخليكي ويخلي قناتنا الجميلة قناة الأهلي فقراننا، ربنا يخليكوا لينا يا رب. أمين حيسلمي لي يا أم إسلام، ويخليكوا لينا متابعينا الغاليين. الله يسعد قلبي. قلبي. شكرا ليك يا أم إسلام، متشكرة حبيبة قلبي، في حفظ الله يا حبيبة قلبي. طبعا بحيي مدام سوريا، واسفة ان حضرتك حاولتي تتصلي من استراليا 9 مرات بتحاول تكلمنا مش عارفة تتواصل معنا، يمكن من سوء حظي انا، لكن ببعت لك كل التحية والحب والتقدير حبيبتي، وبجد انا بحبك لحد ما ترجعي بالسلامة، وهكون انا اول واحدة في استقبالك في المطار ان شاء الله. ومو اسلام ومدام سميرة. طيب انا دلوقتي هبدأ خطوات البسكوت، نبدأ مع بعض. انا هنا بستخدم سكر بني، هي دي الطريقة الأصلية بتاعته، بس أنا ممكن لو عندي عسل أسود مفيش مشكلة هستخدم العسل الأسود، بس مش هينفع أكتر منه خلاص، لأنه برضو بيحترق شوية في الفرن، فأنا مش عايزة القصة دي. أنت فين يا نودي؟ ندى؟ يلا يا حبيبتي إحنا بقى هنبدأ. أول حاجة هاخد كده الزبدة، وعندي السكر البودرة، وهاخد البيض، عموما هو ميزته إن هو مفهوش كمية بيض كبيرة، والفانيليا اهي، ادي الفانيليا. طبعا المنكهات بتاعته بقى القرفه والقرنفل ورشه الزنجبيل، حاجات بسيطه جدا يعني، عشان ايه ما تخافوش منها المرضى الضغط ولا حاجه، ان شاء الله ما فيش حاجه وحشه لا قدر الله. هي نسب بسيطه جدا. وعندي برضو بحب الكوبايات، وبحب كمان المعالق المعياريه، لان هي بصراحه بالذات الوصفات اللي بتكون مش مصريه، يعني احنا خدناها من وصفه اجنبيه، هم بيحترموا قوي الميجرين كابس او السبونز، علشان هم بيستخدموها بالملي بالسنتوفه، فاحنا لما نكون بناخد وصفه ما هياش مصريه واحنا بنعملها فنحترمها، الا اذا احنا جربنا. وعلى فكره ينفع البسكوت السابلي بتاعنا الثلاث مكونات السكر والزبده والدقيق، ينفع وينفع نلونه تمام. فلا لا طبعا. طيب هناخد كده، ناخد اول حاجه هحط الزبده، وادي السكر. انا عايزه بس اعرف هنا السكر اللي عايز يستخدم، على فكره سكر دايت ينفع يستخدمه، مفيش اي مشكله خالص، بس نسبه السكر. انا عندي كوبايه سكر بني، فانا مش هحط سكر ابيض خالص، انا هحط سكر البني على طول، بس هو ده كمان بيساعد ان اللون يبقى جميل. فانا هاخد كده السكر البني، بصوا لو حابين تنخلوا بقى المكونات الجافة دي مع بعض مع التوابل دي او المنكهات دي هتبقى رائعة اهي. خلاص خدت الزبدة وبيل السكر الاول، خلينا الاول نديهم خلطة كده جميلة. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله. هكسر البيت كده واجهزه، اطمن ان هو تمام. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. عندنا بقى اشكال البسكوتات الجميله، اي شكل يعجب حضراتكم، سواء من اشكال ال يعني راس السنه او الكريسماس، في ال الساكس او الساكس اللي هو الشراب الجورب ده. انتوا الصور فين يا حبايب؟ اهي بصوا بقى، افرضوا انا ما عنديش الاشكال، عملت حسابي. يعني انا عندي القطاعات مثلا اهي بتاعه النجمه والكوكي مان، دي اشكال الكوكي مان، بصوا حاضر بكل احجامه، شكل الكوكي مان اللي احنا هنعمل على شكله كذا كذا سايز، شايفين ازاي؟ افرضوا انا عايزه اعمل الجرس. نعم؟ حاضر. اهم. يا فندم انت تؤمر يا فندم. اهم. طيب انا عندي مثلا طبعت هنا الـ الجرس، وطبعت الساكس ده الجميل قوي. حلو؟ وعملت ليه اتنين عشان عايزه اعمل الحجم ده. وهاخد ورق، اي ورق كرتون، وممكن اجيبه من المكتبه عادي،
وعلى اساسه هقص، والكرتونه دي هي اللي هعتبرها القطاعه بتاعتي، تحط على العجين وممكن اعملها اذا انا في اشكال مش عندي. يعني انا بقول لحضراتكم افكار علشان تقدروا تحققوها، ماشي الكلام؟ فانا ممكن اقص من هنا، بس خليني اشوف ده الاول. هنحط العسل بقى، عندي العسل قد ايه؟ العسل كوبايه عسل اسود. حاضر، ناخد كده ملعقه من العسل. يلا بينا نزود شوية بس. بسم الله، تعالوا بقى هناخد كده. بسم الله الرحمن الرحيم، كوباية عسل اسود. خلاص، خلينا نضرب الاول مع الخليط ده الاول. بسم الله، يلا بينا. هاخد المقص كده، انا هقص الاول دي. الولاد بقى يستمتعوا قوي بس في الاجازه بقى، ويا سلام لو انتوا حابين تعملوا حاجات كده لطيفه هيتبسطوا بيها جدا. اصلا بقى احنا لو عملنا الاشكال دي وعندكم الشجره، تعالوا بينا نوري الولاد. انتي بتبصي الحاجات دي اكتر من الولاد؟ يا نهار ابيض، يا نهار ابيض، احنا عندنا اطفال، اطفال بس في هيئه كبار. بصوا كده، وهنبدا بقى نشكل الامر. حاضر، هقص دي بس، مش عارفه انتوا مستعجلين ليه. اوكي، خلي اقص بس دي كده، وبعدين اخد دي كده. الراوند دي مهمه قوي، بصوا بس بالراحه كده. فالحاجات دي مش بتقول لا، ونجيب ورق كرتون ونخلي القطعات دي عندنا، مش هيجرى لها حاجه. ناخد، بصوا بقت كده خلاص. ناخد يا دودو، صباح الفل. الو، احلى صباح. ازيك يا روح قلبي؟ ازيك يا شفا بيه، وعامله ايه؟ الحمد لله يا حبيبتي. انا صحيت لك مخصوص، لان انا ما ينفعش ان انا ما اصبحش عليك. يا قلبي ربنا يسعد صباحك يا روح قلبي. ايه الحلويات الحاجه الجميله دي؟ يا نور عيني، انا ما بحبش اعمل حاجه حلوه، بس هخش اعملها. لا اعمليه بقى وقولي لي رايك بجد. اعملها علشان كمان عندي ماما بتحب الحلويات جدا. يا نور عيني، ربنا يبارك فيها يا حبيبه عمري، بوسيها لي كتير. ربنا يخليكي يا حبيبتي، وكل حاجه انت بتعمليها جميله جدا. ربنا يسعد قلبكم يا رب حبيبتي يا دودو، ما تحرمش منك. انا بس كنت عايزه اقدم تهنئه، ينفع؟ ينفع طبعا. لا انا بس كنت عايزه يعني اقول لاسلام ومي احلى عرسان في الدنيا، ربنا يعني يا رب يرزقهم بالذريه الصالحه. امين امين يا رب، هم كل اللي زيهم يا رب. امين. يعني انا فرحانه جدا جدا، وعايزه اقول لهم اسلام، ربنا يعني يبارك لك فيهم. امين. وتشوفيهم احسن الناس دايما، والف الف مبروك، احلى انسان في الدنيا. الله يبارك في عمرك حبيبتي يا روح قلبي، تسلمي لي يا روحي. ميرسي جدا. تسلمي. ميرسي يا حبيبتي. ميرسي يا دودو، تسلمي حبيبتي، بحفظ الله، بحفظ الله، نورتوني وشرفتوني. بصوا بقى الخليط بدا يبقى كريمي كده مع بعض ازاي. انا هنزل بقى البيض اهو، بسم الله، وهحط الفانيليا. ماشي، بسم الله، معلقه فانيليا. خلاص، وتعالوا برضو نخلط الخليط الجميل ده. وهو بيختلط انا ممكن اقص على الكرتون دي. انا باخدها من الحرف عشان ما هضرش في بقيه الورقه، فانا هاخد على قدها بالظبط. انتوا بقى عايزين تثبتوها ثبتوها، انا يمكن عشان بعمل حاجات كتير كرافتس للولاد وكده، فيعني ايدي خدت على الموضوع شويه، فبقيت يعني الى حد كبير، وبحب الرسم جدا جدا، فانا اول واحده عنهم بقعد ادور على الحاجات اللي هم بيحبوها، او الحاجات اللي انا احب احتفظ بيها كرسومات واعملها ننفذها، يعني اشكال بسكوتات وما الى ذلك. احنا مين اللي جاب لنا الورقه الكرتون دي يا نودي؟
وليد. اوكي انا عايزه محمد. هو محمد بيروح يغسل الحاجه ويختفي. شايفين ازاي اهو كده. حاضر حاضر اللي هي عليا. حاضر نحاول هشد لها. حاضر يا استاذ فضل ولا لا انت عايز تقول لي ان انا مش طايله الكاميرا يا استاذ فضل صح؟ طيب ربنا يخليكم يا رب والله. يعني كرو العمل كرو جميل، مخرجين ومساعدين ومصورين و بروديوسرز، كل الناس الجميله اللي هنا، حتى الناس بتوع النظافه والكير، ناس جميله. مراد المكير والمونتير. يا نهار انا اقدر. بصوا بقى انا قصتها اهي، فبقت الورقه الكرتون دي خلاص ماشي، هي دي اللي هتبقى اللي هشتغل عليها. وده مش عيب ابدا ان انا ممكن اعمل ده على اشكال كرتونيه، سواء بقى البل اللي احنا عاملينه ده. وبعدين هقول لكم بقى واحنا بنشكل ممكن نستفيد ان احنا نعلقها في شجره الكريسماس ازاي. تعالوا بس انزل دول مع بعض، وانا هضربهم كويس بالبيض قبل ما اضيف المكونات الجافه عقبال ما اجهز المنخل، وهنطلع لبريك بعد ما نخلطهم حلو. بصوا لازم اجيب من تحت ولفوق عشان البيض يختلط كويس. البسكوت ده احنا هنطلع منه حاجات ان شاء الله جميله جدا باذن الله. تعالوا بس الاول نقلبه حلو مع البيض، وبعدين هنخل انا المكونات الجافه. مش هعمل حاجه الا اني هجهزها لحد ما حضراتكم نستسمحكم في استراحه قصيره، ومستنياكم بعد الاستراحه. ورجعنا لكم مشاهدينا الكرام مره ثانيه بعد الاستراحه. بصوا بقى انا نخلت الدقيق، وهنحط عليه المنكهات اللي احنا اتفقنا عليها، اللي هي القرفه والرشه من الزنجبيل. بسم الله. تعالوا بقى ناخد كده. اولا القرفه بنسبتها كبيره شويه، فهي معلقه خلاص. والزنجبيل هناخد منه هو عندي المفترض معلقه، فانا هاخد معلقه كده صغيره خلاص اهي، مش كتير اهي عشان كتره ما يمررش. وربع ملعقه من القرنفل، في ناس بتحط جوز الطيب على فكره عشان القرنفل نكهته قويه. طيب ادي جوز الطيب اهي، رشه جوز الطيب، واساسي رشه الملح والبيكنج صودا. وخليني الاول اقلب المكونات الجافه دي قبل ما احطها مع بعض. خلاص يبقى احنا حطينا العسل، حطينا الزبده الاول والسكر البني، وبعدين ضربناهم مع بعض كويس قوي. بعدين ضفنا عليهم كوبايه العسل الاسود، وبعدين ضفنا عليهم البيض بالطين مع معلقه فانيليا، ضربوا واتخلطوا كويس. بعدين نخلنا كل المكونات الحلوه دي، وتعالوا نضيفها هنا. بسم الله. نحط شويه شويه كده ونشوف الدنيا فيها ايه. بسم الله. ما بحطش كميه كلها، بحب اضرب الاول اشوف الدنيا ايه، انواع الدقيق بتختلف زي ما اتفقنا، دايما امن نفسي. طيب بسم الله. بصوا بصة لسه لينة، هنكمل شوية كمان. بصوا لونها جميل ازاي اهي، شايفين؟ نزل بالمكونات الحلوة دي. اللي بقى عايز يطعم بيه كاكاو خام ممكن جدا. انا عملت شوية فاتحين وهلون شوية بالكاكاو برضو علشان الدنيا تبقى جميلة. خلاص يعني وارد نعمل ده، وارد نعمل ده. خليني ابص بص على العجين، والله العجينه حلوه جدا. بصوا اهي، يلا بينا ناخد مدام سهير. يا اهلا وسهلا. اهلا
السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كل سنة وانت طيبة. وحضرتك بالصحة والسلامة يا رب العالمين. تسلم ايدك مقدما على الحاجات الجميلة. الله يسعدك يا فندم. تسلمي يا مدام سهير. كنت عايزة اسألك بس، عندي صدر رومي كده بس مش عايزة اعمله الصدر التقليد يعني. الصدر ده مربوط ولا صدر لسه ما تربطش؟ صدر لسه مقطوع كده. فهمت، صدر على بعضه لسه. حلو. طيب عايزه اعمله ان شاء الله في السنه كده. طيب ايه رايك نفتحه ونحشيه ونروله ونقدمه حاجه كده جميله مختلفه وليه صوص كده؟ ما انا كنت بسال حضرتك، انا مش عايزه اعمله الحاجات التقليديه بقى. يعني عايزين نعمل فيه حاجات مختلفه شويه. بشوف حضرتك عندك افكار حلوه حقيقي يعني. ربنا يسعدك يا فندم. حاضر من عيني مدام سهير. اقول لحضرتك حالا يا حبيبه قلبي، عينينا ليكي، كل سنه وحضرتك طيبه يا فندم. دايما يا رب يعني متجمعين ودايما عامر يا رب العالمين. بصوا كده هاخد بس ده، واسمحوا لي بس اجيب الايه بقى، انا عايزه اجيب السيليكون شيت دي احطها هنا. هو المفروض يسقع، خلوا بالكم يعني، انا مش المفروض دلوقتي اشتغل بيه على طول، انا المفروض اسيبه في كلانفل كده واحطه في التلاجة نص ساعه ولا حاجه يتماسك عشان يديني الشكل الصح. كل ما تسيبوه يرتاح زي عجينه السابلي بالظبط، كل ما هيدي حضراتكم نتيجه احسن.